الحملة الرمضانية لرئيس كتلة المحور النيابية تصل إلى قضاء الطوز وسط مباركة وارتياح شعبي. محافظ صلاح الدين يرعى تجمعا عشائريا واسعا في الضلوعية بمناسبة قدوم شيخ قبيلة الجبور نواف المسلط. اتفاق إقليمي ودولي على تفكيك الخلايا الإرهابية في المنطقة وتأكيدات على نهاية داعش في العراق. ومليون طالب يؤدون الامتحانات الوزارية وانتخاب محافظ جديد للموصل ظهر الاثنين.